ما زالت يا اسماعيل بن ناصر عرضية، ولكن الكرة تتخلص. الصافرة تأتي، النجمة الثانية على قميصك يا انتر، النجمة الثانية على قميصك يا انتر، على قميصك يا نيرات سوري، وعلى حساب الديربي، وعلى حساب الديربي. الانتر بطلا للكالتشو الايطالي، السكوديتو العشرين في تاريخ نيرات سوري. الانتر مشاهدينا، الانتر يحسم اللقب، يفوز بالذهب، ينهي القصة، يكتب التاريخ. عندما يتحدث الانتر تصغي كل ايطاليا، كل ايطاليا، كل ايطاليا. يا لليلة يا لليلة، ميلان ليست زرقاء لوحدها، ايطاليا كلها اليوم تاريخ يكتب، واحلام تتحقق، واسماء باحرف من ذهب. انظر الى انفجار الفرح في كل مكان. انه وقت نيراتسوري، انه المشروع الناجح، انه الاستثمار والثمار والحصاد. يعودون منتصرين، يخشاهم الجميع، متصدر لإعادة الكتابة في التاريخ بالنسبة لذلك الانتر الكبير. استمتعوا بهذه اللحظة لأن العالم لن ينساها. سكوديتو 20 في السان سيرو في الديربي، حسم اللقب 20 والنجمة الثانية. يا لليلة يا لليلة، لقد وصلوا إلى قمة الجبل، إلى القمة. يا للمنظر من الأعلى يا إنزاغي، يا للمنظر من الأعلى، يا للحظة التي ينتظرها الجميع. مبروك لجماهير الانتر، مبروك لعشاقه، مبروك لكل محبيه، مبروك لك أنت يا إنزاغي، دوري مستحق، أرقام قياسية، لحظات خالدة، بطولة للتاريخ. الرقم 20 والنجمة الثانية. الآن جماهير انتر ستغني بالتأكيد مع اللاعبين أغنية السكوديتو. أنا انتر لا أستطيع العيش بدونك، لا أستطيع العيش بدونك. ينبض قلب نيراتسوري من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة. سنغني إلى ما لا نهاية، نحن فقط. يا لو تاروا هذا دوري باسمك، لم تحسم اليوم لكنك كنت حاسما طوال الموسم. هذا الدوري الكبير، وهذا الانتر العريق، وهذه البطولة رقم 46 في تاريخ الفريق الأزرق. إيطاليا كلها زرقاء، إيطاليا كلها زرقاء. عندما يتحدثون تصغي لهم إيطاليا كلها. يا لو تاروا، تصغي لهم إيطاليا كلها. مبروك لكل عشاق الانتر، مبروك لإدارته، مبروك لمدربه، مبروك لجماهيره. لحظة تاريخية، لحظة تاريخية، صافرة لا تنسى. ديربي سيبقى في التاريخ بالتأكيد. لأول مرة يحسم الدوري في مباراة ديربي قبل نهاية الموسم. كل الأرقام القياسية ما زالت لديك يا إنزاغي، وفرصتها قادمة. احتفلوا، فقد كتبتم التاريخ. احتفلوا، هذه ليلتكم، ستقضونها حتى الصباح، ستزعجون الجار كثيرا اليوم باحتفالكم. حظ أوفر لميلان، هارد لك من الأعماق يا للعناق. معا كتبا قصة هذا اللقب، سويا كتبا رحلة نيراتسوري. موسم محلي اكتملوا فيه بكل ألقابهم. استمع إلى الصوت، هل نترككم في هذه اللحظات على هذه الأصوات، على هذه الجماهير، على جماهير الانتر؟ نعم نعم، لسان حال الانتر. السلام لناجي الليل والنجمة ونور الفجر والنسمة. ومن مباراة إلى ديربي، إلى هدف، إلى بطولة. تأتي النجمة الثانية على قميصك يا انتر. يا للنجمة يا تراب، ويا للهدف الثمين. كنت حاسما
مع من حسموا. مبروك لهذه اللحظات، انظر إلى السعادة، انظر إلى الفرح، انظر إلى الأمجاد التي يقدمونها، انظر إلى الليلة. يا إنزاكي يا إنزاكي، ماذا تريد؟ هل ستجري تغييرا الآن أم ماذا؟ شايف اللقطة، شايف اللافتة، شايف هنا السعادة الكبيرة، شايف اللحظة التاريخية. شوف جماهير النيران سوري، مبروك لكل عشاق الانتر في كل مكان. كان الديربي بالنسبة لهم على الموعد، انتظروه، كان الموسم بالنسبة لهم على الموعد، وكانت أحلامهم قابلة للتحقيق. النسخة رقم 20، سكوديتو 20 لكل جماهير الانتر في كل مكان، مشاهدين متابعين في كل مكان. أتمنى بأن أكون قد وفقت في هذه المباراة التي سعدت كثيرا بالعودة للتعليق عليها عبر بوابة الدوري الإيطالي من خلال هذا الديربي، على أمل بأن نلتقي في ليالي كبيرة ومناسبات أخرى عبر هذه البطولة التي نحبها كثيرا. أترككم على هذه اللحظات وأترككم مع هذه الأجواء، وأنتقل بالكلمة للزميل أسامة الأميري. تفضل لك الكلمة.